السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله عن الكبد والقوانص بأسهل الطرق الممكنة. معايا نص كيلو كبد على قوانص، زي ما حضراتكم شايفين أنا مقطعة القوانص رفيع، سلايز رفيع، ومقطعة الكبدة تقطيعة كبيرة عشان القوانص بتاخد سوا أكتر، عشان الكبدة متتهريش مني. غسلها كويس جدا بمية وملح وخل ودقيق. حطيت مية على النار زي ما حضراتكم شايفين، غلت الميه معايا، حتى معايا بس ورق لوري فقط لا غير. هبدا بتنزيل الكبد والقوانص، بسلقها سلق عادي خالص حوالي 95% بالظبط سلق. هسيبها تتسلق زي ما حضراتكم. هنزل عليها بمعلقه خل كبيره عشان لون الكبد والقوانص ما يغيرش، واسيبها تتسلق سلق تام من غير ملح من غير فلفل، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وفي طاسه على النار حطينا فيها معلقه زبده ومعلقه زيت، هنزل بيها بصل متقطع جوليان، يدبل بس البصل معايا، وبعد كده هنزل عليه بالفلفل الالوان. دبل البصل معايا زي ما حضراتكم شايفين، هنزل عليه بفلفل الوان متقطع سلايز، ياخد تشويحه برده ويدبل معايا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دي بالخضار كله معانا، هنزل عليه بنص معلقه فلفل، نص معلقه كبيره، نص معلقه ملح، ما نكترش الملح عشان لسه معانا دبس الرمان، معلقه كبيره دبس الرمان. بعد كده هنزل في الكبد والقوانص اللي احنا سلقناها 95% تسويه زي ما حضراتكم شايفين كده، وهديها كلها تقليبه مع بعض، 5% اللي فاضلين مع الخضار مع الكبد مع القوانص، تاخد وتدي مع نفسها. بعد كده اقدمها لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين خلصت الوصفه معانا، وما شاء الله كميه كبيره جدا، اقتصاديه جدا، طعمها وريحتها ما اقولكوش، وزي ما حضراتكم شايفين اللون ما اتغيرش ازاي بسبب معلقتين الخل اللي احنا حطيناهم. يا رب الوصفه تكون عجبت حضراتكم، اتمنى ان انتم تجربوها مش هتندموا ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، لكم مني التحيه والتقدير، اسما فود.